تختم فيه إذا أنت معنا ولا؟ نعم. تفضل أخي فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فقط أوصي في أي حالة اجتماعية ما فيه بيت إلا في مشاكل. صحيح. أيا كان البيت ودرجة العلمية والثقافية والناحية المادية إلا في مشكلة. لا شك. الفرق فقط أنا كيف أتعامل مع المشكلة. صحيح. إنسان يتعامل مع المشكلة بواقعية، يستفيد من خبرة الناس، يتعامل معها بحكمة وتعدي المشكلة، بل أحيانا تزيد تواصل الأسرة وتماسكها أقوى من قبل. وأحيانا نفس المشكلة تقع في بيت آخر ولكن لعدم التعامل معها جيد تزيد المشكلة، بل ربما تكون قاسمة الظهر تنفصل الأسرة. المطلوب من كل إنسان مثلا يمر بمشكلة، أول شيء يستعين بالله سبحانه وتعالى في أنه يتجاوز هذه المشكلة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يدله على الطريقة الأمثل والتعامل الأمثل معها في هذه المشكلة، ثم يستعين بأهل الخبرة الثقات. يعني الآن بعض الناس يبحث مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي ويبحث مثلا المستشار أبو فلان. طيب من هو هذا أبو فلان هذا؟ قد يكون شخص غير متخصص، قد يكون شخص أصلا ما له علاقة مثلا في المشاكل الزوجية، قد يكون عنده حل مشاكل تربوية، قد فلابد أن تتعامل مع شخص باسمه الصريح وتحت مظلة رسمية حتى تستطيع تثق أن هذا الشخص حريص على سمعته وحريص على سمعة المكان الذي ينتسب له، لأن هناك مشاكل كثيرة تأتي الآن من الأسماء الوهمية الموجودة الآن، يكون فيها أخطاء في الحلول أحيانا لو أحسننا الظن، يعني أقل الضرر أنه قد يعطيه حلول غير صحيحة، قد يكون شخص غير ممارس أساسا بطريقة صحيحة. مثلا المراكز الاستشارات المعتمدة سواء الخيرية أو التجارية، ومن ضمنها المركز الذكاء السابع، يعني مركز مرخص تستطيع تدخل على الموقع حساب للمركز، تستطيع تتواصل معه في أي وقت محدد الاتصال. المهم أنه جهة رسمية مرخصة، وجميع من ينضمون تحت هذا المركز هم أشخاص يتعاملون بأسمائهم الصريحة وبسيارهم الذاتية التي تعينهم على التجاوز. أيضا من النقاط المهمة في مسألة الاستشارة، دائما أكثر الأحيان يقولك والله أنا دكتور، والله مثلا يا شيخ لي 10 سنوات المشكلة موجودة. أصعب تعاملات مع الناس تغيير القناعات، ليست القضية بريموت كنترول أطفي وشغل وتتغير الحالة بين اليوم وليلة. صحيح. هي تحتاج صبر وتحتاج أيضا يكون فيه مثلا في تفاعل من الطرفين. أحيانا تتصل بمثلا أحد الأطراف الزوجة أو الزوج مثلا، فلما أحملهم أقول ترى أنت تحملين الآن النسبة الأكبر، طبعا أحيانا ما تكون حلول منها، تكون حلول مطلوبة من الطرف الثاني بس هو ما تواصل معي. إذا يجب أن يتحمل الطرف المتصل عبء التغيير وتحمل مسألة ضبط المشاعر وضبط الانفعالات حتى يستطيع أن يتجاوز المرحلة الموجودة. النقطة الأخرى عدم توسيع دائرة المشكلة عند الأقارب. يعني أنا ملزم كشخص أني أنا أدخل السرور على والدي، متفقين على هذا الشيء صحيح ولا لا؟ نعم. متفقين على مسألة أني أنا ملزم وواجب علي أن أدخل السرور على والدي. فلما أدخل الأم والأب في مشكلتي، بالعكس أنا أدخلت عليهم الحزن وأدخلت عليهم مثلا القلق وأدخلت عليهم مثلا والله فعلا الهم هم كبير جدا. صحيح. وأحيانا ليس بديهم حلول أساسا. فأنا نصيحة، لا تدخل أحد أقاربك في المشكلة فتتسع دائرتها، وإنما ابحث عن المختص بطريقة أو بأخرى. لا تذخر جهدا أو مالا في سبيل أنك تبحث عن حل لمشكلتك يعينك على أنك تستمتع بالحياة. اللهم صل. هناك من يعيش الحياة وهناك من يستمتع بالحياة، وهذه فرق بينهم. الكل يعيش ولكن القلة الذين يستمتعون بالحياة. استمتاعك بالحياة هو أنك تستمتع بالموجود وتطلب المفقود بالطريقة الصحيحة. استمتع بما وهبك الله سبحانه وتعالى من صحة، من مال، من عيال، من بيت، من سيارة، استمتع بها، ثم بعد ذلك اطلب ما ترى أنه يكون عونا لك مستقبلا، ولكن بالطريقة الصحيحة وبالصبر وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فأنا أختم فقط وأقول استمتع بالموجود واطلب المفقود واستعن بالله سبحانه وتعالى في سبيل أي تجاوز لأي مرحلة، اعلم أن منطلقها هو استعانتك بالله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان ارتباطه بالله، ارتباطه بالصلاة، ارتباطه مثلا بالأذكار، ارتباطه فعلا بأن يكون حل مشكلته، أن يعرضها أول شيء على الجوانب الدينية ثم بعد ذلك ينتقل على الجوانب الاجتماعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. الله يجعلكم موفق ومبارك دائما. يرضى عليك. كلمة أخيرة من أبو